بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الرسول الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حبيب القلب يعطيكم ألف مليون ترليون عافية لأنه هذا الفيديو هو فعليا آخر فيديو موجود عندنا لقواعد الوحدة الأولى وأي طالب اليوم بيشوف هذا الفيديو كأول فيديو له ركز معي الله يرضى عليك احنا بدأنا في مبادرة والله الحمد استمرنا فيها لحد ما خلصنا الوحدة الأولى ومكملين لباقي الوحدات فأنا هنا شرح كل الازمنه باسيف فويس ريبورت سبيتش possibility effect لوز causative obligation and to بريبشن واليوم وصلنا عند اخر موضوع قواعد موجود في الوحده الاولى وهو هاو تو جوين sentences يوزنج بيفور كيف انه نربط الجمل باستخدام بيفور وبعد هيك في نهايه الفيديو رح نعمل ملخص بسيط لاسماء القواعد اللي احنا اصلا درسناها حبايب القلب التذكير فقط الدوسية هاي موجودة الآن في جميع مكتبات المملكة وتوزع مجانا وتحتوي على جميع قواعد مادة اللغة الإنجليزية للفصل الدراسي الأول فأي مكتبة عندك مختصة في التوجيه سيبك من مكتبة أم الشرن بالله عليك المكتبة المختصة في التوجيه فقط حتلاقي عندها هاي الدوسية إذا الدوسية مش عندها يا عمي اعرفها مش مختصة في التوجيه آه يستر على أرضك فهي صارت توزع على جميع المكتبات المختصة في التوجيه يا حبي الأبدي ركز معي اهدأ خذ نفس وصلي على الرسول الآن إحنا ورد عنا في داخل الكتاب في الوحدة الأولى هذا السؤال المكون من ثمن أفرع وإحنا لله الحمد أن هنا للتذكير فقط كان الفرع الأول على البوسيبلتي موجود عندك فيديو على قناتي على اليوتيوب اسمه الاحتمالية الفرع الثاني كان مراجعة الباسيف فويس موجود عندك في قائمة تشغيل الوحدة الأولى اللي هي مراجعة المبنى للمجهول الثالثة اللي هي الجملة السببية وموجودة وعندك الرابعة والخامسة اللي هي كانت قاعدة obligation and prohibition أي الإلزام والمنع وأيضا موجودة ثمانية وتسعة كانوا قواعد الاف كلوز وبرضه انتهينا ظل أو ستة وسبعة عفوا ظايل عندي آخر نقطة الجملة الثامنة من هذا التمرين وهي كيف يتم ربط الجمل باستخدام كلمة before في داخل الجملة الآن عشان نستوعب هيك كاسره مع بعضينا تعال خلينا نروح على ايش على لوحنا بدي ارجع استذكر انا وياكم شغله بسيطه بما يخص كلمه بيفور يا حب الابدي شباب كان في عندنا قاعده بتقول لك كلمه بيفور هي اداه ربط للجمل تتبع بفيرب تو والشق الاخر منها بده يكون عباره عن هاد بلس الفيرب 3 ومن المحتمل انه كلمه بيفور تكون في منتصف الجمله فتتبع ايضا بفيرب 2 والشق السابق الى هو اللي بده يكون هاد بلس الفيرب 3 وهذا الشيء اخذته في قاعده الباست past بيرفكت اللي هي الماضي التام دان نقول اما الان كيف يتم ربط الجمل باستخدام أداة الربط اللي هي بفور ركز معي بصيغة خفيفة لطيفة بسيطة أول شيء السؤال راح يكون عندك جملة وموجود فيه كلمة and then الآن then يسبقها جملة ويتبعها هنا جملة في الجملة الأولى والثانية حتلاقي موجود فيرب تو هنا وفيرب تو هنا دون انجل دن. في هاي الحالة هو بطلبك إنك ترجع تكتب الجملة باستخدام كلمة مين؟ بيفور ولكن ممكن يطلبك إنه بيفور تكون في بداية الجملة أو ممكن يطلبك إنه بيفور تكون في منتصف الجملة لو اعتبرت انه بفور في البداية كيف راح يكون الحل او لو اعتبرت انه بفور في الوسط كيف راح يكون الحل ركز الان بيحكي لك انه الان ذن هاي معناها ثم ممكن تكون ذن لحالها او ممكن تكون اند لحالها تمام بس هي اند ذن الموجودة في الكتاب اند ضعيف جدا عفوا لحالها لا ما بتيجي هي بتيجي ذن ممكن تكون لحالها يعني اما ذن او ان الان شو المقصود؟ انه حدث هذا الفعل ثم حدث هذا الفعل. حدث هذا الفعل ثم حدث هذا الفعل. اذا هذا هو الحدث الاقدم وحسب شرحنا للباست بيرفكت الحدث الاقدم لما بده ينزل تحت بدل فيرب 2 بينزل هاد زائد فيرب 3 وهذا الحدث بده يضل فيرب 2 شو ماله؟ زي ما هو، يعني باختصار راح يكون عندك فيرب 2، فيرب 2 بينهم ان ذن. تمام اللي قبل اند ذن لما تنزله على الجمله تحت بتنزله هاد وفير 3 اللي بعد اند ذن بتخليه زي ما هو فيرب ايش 2 شو بظل عليك تحدد موقع الجمله هاي الجمله بدي اسميها واحد وهاي الجمله او خلينا اعطيها هيك لون ثاني هاي الجمله بدي اسميها جمله رقم واحد وهاي الجملة بدي أسميها جملة رقم اثنين فتخيل إنه بفور في البداية بعد بفور يا شباب بعد بفور لازم يكون فيرب 2 وين الجمله اللي بدها فيرب 2 او اللي في معها فيرب 2 اللي هي جمله 2 اذا بنزل جمله رقم 2 وبعمل فاصله بعدين بنزل جمله رقم ايش 1 بس دير بالك لما تنزل واحد بتنزل الفعل فيها هاد اند هاد عفوا فيرب 3 لما تنزل جمله رقم 1 بتنزل هاد زائد الفيرب 3 طيب نيجي الان فرضا انه بده لا بفور في المنتصف شو بنسوي؟ يا عمي before في المنتصف حلو، بعديها بده يكون فيرب 2 إذا بده ينزل جملة رقم 2 هون وقبليها بده يكون هذا فيرب 3 بده تنزل جملة رقم 1 هون، طبعاً لا تنسى تحويل الفعل هذا اللي قبل ان ذن إلى هذا فيرب 3، وفي جميع الحالات سواء بفور في البداية أو بفور في الوسط، الان ذنها شو بتعمل فيها؟ بدك تحذفها، الان ذن بدك تحذفها، Done؟ انقول done طيب ركز معي كمان مرة. لو افترضت أنا في عندي بيفور بتعرف انه دائما بيفور بعدها فيرب 2 والشق الثاني بده يكون هاد بلس فيرب 3 او بيفور في المنتصف بعدها بده يكون فيرب 2 والشق الثاني بده يكون عباره عن هاد بلس الفيرب 3 دون طيب السؤال كيف راح يكون في الامتحان السؤال كالاتي حيعطيني جمله موجود فيها كلمه اند then وهي جملة ايش؟ ثانية حب الأبدي. الجملة الأولى حيكون فيها فيرب 2 والجملة الثانية حيكون برضه فيها فيرب 2. شو بنعمل؟ اللي قبل and then بحذف الفيرب 2 وبحوله إلى هاد زائد فيرب 3 والفيرب 2 اللي بعديها يبقى كما هو. عندي احتماليتين، إما يطلبني الجملة before في البداية أو ممكن تكون بيفور في المنتصف الان ما دام بيفور في البدايه اول اشي بده ينزل الفيرب 2 اذا رح تنزل الجمله هي سميناها 2 وهي 1 حتنزل جمله رقم 2 لانه فيها الفيرب 2 وبعدين حتنزل الجمله اللي هي رقم 1 لانه فيها هاد زائد فيرب 3 اذا كانت بيفور في المنتصف بعديها الجمله اللي موجود فيها الفيرب 2 اللي هي رقم 2 وهان بدها تكون الجملة اللي فيها هاد زائد فيرب 3 اللي هي رقمها ايش؟ واحد وهيك بتكون توتة توتة خلصت قاعدة البيفور وربط الجمل، طيب أستاذ دائما بدون تطبيق احنا بنحكي على الفاضي فتعال خلينا شو نعمل؟ نطبق هاي القاعدة على السؤالين المطروحات عندي اللي هو سؤال كتاب وسؤال وزارة واثنين وردوا في امتحانات الوزارة، ركز هون ساعدني اعطاني كلمة هاد ما بديش مساعدته جميلته على حاله، احنا بنبدا الحل دائما من الصفر افضل. بطل الله، هاي عندي اند ذن، هون. هتروح. الفعل اللي قبله اللي هو تشيكت لما انزله تحت بنزله هاد تشيكت. الفعل اللي بعديها فيرب تو ستارتد حيظل فيرب زي ما هو. الآن بدأ الجملة بمحمد إذا أجبرني على بيفور تكون في المنتصف هاي بيفور في المنتصف. ما دام بفار في المنتصف هي الجملة رقم واحد وهي الجملة رقم ايش؟ اثنين. يا عمي بفار في النص. بعدها بده يكون فيرتو، مين الجملة مع اللي هي الثانية. إذا هان بده تنزل الجملة الثانية هي ستارتد وورك. وهذا تنزل معناته الجملة الأولى، بدنا ننزل محمد هيو نازل، تشيك تنزل هاد تشيكت هو كان مساعدنا حط لي هاد احنا شطبناها. يعني بدنا الحل من الصفر من عندنا، هي هاد تشيكت. هاي هاز ايميلز بس انتهينا طيب نحل كمان جمله نغير اللون اعطينا اللون الاحمر تالا توك 3 انجلش كورسز ان ذا بريتش كونسل اند ذن شي وين تو بريت او تو بريتن تو ستدي ميدسن بدا لي بيفور تالا اذا بيفور صارت في البدايه اول إشي بحلل جملتي هاي اند ذن بدك اياها يا عمي لا اللي قبلها بده يكون هاد اوف فيرب 3 تو. هيها توك هاي فيرب 2 بدي احولها الى هاد اوف فيرب 3 من توك اللي هي ايش تيكن الشق الثاني بده يكون فيرب 2 هي وينت هو عباره اصلا عن فيرب 2 هي الجمله الثانيه وهي عندي هون الجمله مين الاولى يا عمي بيفور بعدها بده ينزل فيرب 2 مين الجمله معها حافرب 2 اللي هي الجمله الثانيه اللي هي شي وينت تو بريتن يا عمي ما بقدر انزل شي هون كمان مره بظبطش حكي تالا شي، يعني بدل شي هو عوض لمين؟ تالا، إذا بصير عندي تالا went to Britain to study medicine إلى آخره، بخلص الجملة الثانية. لأنه بفور في البداية بيفصل شقي الجملة مين؟ الفاصل يدير بالك عليها. لأنه بفور في البداية بيفصل شقي الجملة مين؟ فاصل، الآن بدي أنزل مين؟ الجهة الأولى اللي فيها هاد فيرب 3. بدي انزل تالا بس للمره الثانيه ما بذكر تالا بذكر ضميرها بتصير عندي ايش هون شي الان بدل توك قلنا هاد تيكن هاد تيكن وبكمل 3 انجلش كورسز الى اخره دان إنقول دان هرجع لك بس على السؤال اللي قبل او على الصفحه اللي قبل اذا حبيت تمزع لك سكرين شوت من هون أوباري نارن يا عمي والله ما في أستاذ بحبكم قد يا عمي لو تلفوا كوكب زحل والمجرة وعطارد والزهرة يا عمي ما فيش حد بحبكم زي هاي هذا له غرة كمان يا عمي والله ما في هاي من هانا طرت أربع شعرات زي شعرات سيف عوامر خذ لك سكرين شوت وإذا بدك الصفحة اللي قبل برضه هيا هون امزع لك كمان سكرين شوت من الصفحتين نفس الإشي بس كل واحد بلون شكل الآن يا حب الأبدي هيك بنقدر نحكي لله الحمد لله الحمد تم ختمة الوحدة الأولى زي ما وعدكم أبو السوس كدلك بدي أستعرض أنا وياكم بس شو القواعد اللي تمت ختمتها زي ما بتعرفوا إنه هي مبادرة بدأنا فيها لشرح قواعد مادة اللغة الإنجليزية للفصل الدراسي الأول كاملة والحمد لله استمرينا في المبادرة وأنهينا قواعد الوحدة الأولى الدوسية اللي أنا قاعد بشرح عليها لا زالت متاحة وموجودة مجانية في جميع مكتبات المملكة المختصة في التوجيه الآن شو الإشي اللي صار نازل على قناتي على اليوتيوب وبإمكانك ترجع له ودير بالك شرح بالملي مع حلول أسئلة وزارية وهذا الحكي اللي تابع من البداية شايفه وفاهمه وعارفه ويعطيكم ألف عافية على جهودكم الإشي اللي تم الحمد لله الانتهاء منه خلصنا بداية تأسيس الأزمنة وخلصنا أزمنة المضارع البسيط مضارع مستمر ماضي بسيط ماضي تام ماضي تام مستمر المضارع التام والمضارع التام مستمر المستقبل البسيط اللي هو will going to والمبني للمجهول بكامل تفاصيله والكلام المنقول وأيضا قاعدة الاحتمالية والجملة السببية قاعدة الإلزام والمنع الجمل الشرطية الأفعال التي تتبع ب2 plus infinitive اللي هي تبعت want أو افورد هذول الفعلين بتبعهم 2 plus infinitive وربط الجمل اللي هي باستخدام كلمة before وهيك يا حبايب القلب بتكون انتهت عنا الوحدة الأولى بإمكانك ترجع لأي فيديو فيهم على قناتي على قائمه تشغيل الوحده الاولى اسمها هتلاقيها مطروحه عندك وهيك يعني بنقدر نحكي انه الحمد لله الحمد لله الحمد لله اللي ربنا معطينا القوه والعزم انه نظل مكملين في المبادره وان شاء الله هنفتح الان اللي هي قائمه تشغيل الوحده الثانيه وحنبدا ننزل فيها قواعد الوحده الثانيه وزي ما تعودتوا دائما بالتفصيل بالاسئله الوزاريه وباذن الله تعالى فالكم دائما النجاح والعلامات العاليه وبكرر كمان مره اي طالب للحظه هاي مش موجود ضمن جروبات الواتساب حبايب القلب بتبعت رساله على 079 078 3880 بتبعت رساله على هذا الرقم باسمك ومحافظتك وتخصصك واكتب بدي افوت جروب اللغه الانجليزيه عشان يوصلك جميع الفيديوهات القادمه واوراق العمل والامتحانات ان شاء الله. والله اذا كان يوجد قوه فهي من الله وهذا كلياته تسخير لكم انتم ان شاء الله وعزم الكم انتم باذن الله تعالى وحماسكم هذا اللي مسجاته بتوصلني هذا الشيء هو اللي بيعطيني الطاقه اني انا اظل مكمل ومستمر معاكم، حبايب القلب يعطيكم الف الف عافيه على كل شيء بذلتوه ويعطيكم مليون عافيه على اللي راح تبذلوه لقدام، انا مقدر دائما حجم التعب وحجم الضغط اللي موجود عليكم وبنحاول قدر المستطاع انا وزملاء المعلمين إن نخفف عليكم هذا الضغط فإن شاء الله يا رب يا رب يا رب إنه فالكم دائما البيرق والنجاح والعلامات العالية والتميز وأوائل المملكة بإذن الله تعالى في جملة أنا حكيتها وبكررها إنه التوجيه قصة لازم أنت تكون بطلها أخوكم وأستاذكم سيف عوامر